أول مرة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أول مرة أنا أقفز فيها بالأهرامات، وشعور غير عن القفزات القديمة. ما أدري شلون أعبر لكم عن الإحساس، لأنه ما راح أقدر أعبر لكم عن القفز العادي، فما بالك أنت قافزة فوق الأهرامات في شيء شعور غريب، شعور غريب يعني، وجدا وناسة يعني، إحنا نقولها بالكويتي. بعد الإصابة ولا قبل الإصابة؟ قبل الإصابة أنا كنت لاعب من 2002، لاعب قفز مظلات، وحصلت لي إصابة بالشق العسكري سنة 2007، ما لها شغل بالمظلات يعني، بس سببت لي كسر بالظهر، ما نقدر ما كنت أقدر أمشي، حاشني شلل نصفي، استمريت بالبحث اني انا ارجع اقفز مره ثانيه. الحمد لله انا العربي الوحيد بالشرق الاوسط، العربي انا الوحيد من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي يقفز. لا ثلاثة على مستوى العالم. احنا ثلاثه، في اثنين امريكي، في واحد من امريكا وواحد من المانيا، وانا العربي الوحيد. شنو كان؟ انا الوحيد من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي يقفز، بس إن شاء الله راح أكرم قياسي أكثر من هذا بإذن الله عن قريب. هذا تصريح لكم أنتم بس، تستاهلون. فين لو يعني كنت في مصر ولا؟ لا، ما راح أكون في مصر إن شاء الله. إن شاء الله يفتحون الرياضة هذه عندكم، لأن أنا أعتقد إن ما في نوادي القفز المظلات عندكم، ففي أخبار جديدة إن شاء الله في عن قريب أتمنى أسويها يعني، ليش ما أتمنى؟ هو شوف، اللي ما جرب أكيد بيخاف على اهلي، عندي اكيد يخافون، بس خلاص يعني تعودوا. الحمد لله الحين فوق 600 قفزه عندي انا، فتعودوا. اصعب قفزه قمت فيها اصعب قفزه ما في اصعب قفزه هي بالبدايه، بس ما في مو خوف، لا انه ما في كنترول، انا ما ادري شنو بيصير بالهواء يعني، فجذبت فيها وتوكل على الله. ماذا تشعر وأنت تفضل في السماء؟ تجد نفسك في الأرض ولا في السماء؟ أكثر. السماء أكثر، كثير أكثر. ما أقدر أوصف ليش الإحساس، ما أقدر أوصفه يعني، لازم تجربين الإحساس عشان تحسوا، وأنا أنصحكم إنكم إصرارك